رئيس بنما السابق مانويل نوريغا في بلاده لأول مرة منذ 22 عاما بعدما رحلته فرنسا إليها. وقد غادر نوريغا مطار أورلي في باريس على متن طائرة تابعة لشركة طيران إسبانية حوالي الساعة 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي. الرحلة مرت بالعاصمة الإسبانية مدريد. وأمضى نوريغا الذي يبلغ من العمر 77 عاما والذي أطاحت به الولايات المتحدة الأمريكية خلال غزو 1989 آخر عقدين في السجن في الولايات المتحدة وفرنسا على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات وتبييض الأموال. وقد وافقت محكمة استئناف فرنسية في 23 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي على طلب تقدمت به بنما لترحيله من أجل مثوله للمحاكمة هناك على خلفية اختفاء خصومه السياسيين خلال فترة حكمه.